بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير، احييكم باجمل واطيب تحية وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته من هنا من على ارضية هذا الميدان، ميدان الطائف في ثاني ايامنا ضمن سباقات موسم الطائف السباق الثاني، انطلاقة شوطنا الثالث للبكار المفاريد مسافة 2 كيلومترات. مقدمة الشوط المركز الاول، هنا شعار في هذه اللحظات وصول بشعار سيدي صاحب السمو الملكية الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، يقدم لنا وصول بمتابعة راشد بن عبد الله بن طالب بن شريم. بينما المركز الثاني من الجانب الايمن هنا سيوف عبد الله بن سليمان بن محمد الجريش، يقدم لنا سيوف. بينما المركز الثالث شعار ياتي على المركز الثالث، هنا ظن وشعار سيدي صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود على المركز الثالث. المركز الرابع أرى شعار راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد مع معزة، والمركز الخامس شعار عبد الرحمن بن سلمى بن صالح بن حمد المغيري، يقدم لنا مراسيل على المركز الخامس. ولكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط وإلى وصول على المركز الأول شعار سيدي صاحب السمو الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود راشد بن عبد الله بن طالب بن شريم في المتابعة. ولكن بن مروشد راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد مع معزة، ولكن من الجانب الأيمن شعار الحطابي مع انطلاقة شيمة محمد بن ناصر بن محمد الحطاب الكعبي، انطلق الكعبي إلى نحو النوماس ما شاء الله تبارك الرحمن مع انطلاق شيمة بشعار محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي، انطلق الى نحو النوماس الى نحو الانتصار. بن مروشد على المركز الثاني مع معزة المتلق راشد بن محمد بن مروشد، ولكن بن حطاب واخر الامتار مع شيمة محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي. والسلامات الى اخواننا بدولة قطر الشقيقة، سلام يا بن حطاب سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني معزة راشد بن محمد بن مروشد حضر على المركز الثاني. المركز الثالث شعار سعود بن محسن بن راشد الفهيد المري مع شعل. المركز الرابع شعارك يا بن سلامة حضر على المركز الرابع حمد بن علي بن سلام الهاجري مع نوايا. والمركز الخامس شعار المركز الخامس عبد الرحمن بن محمد بن غريب الفهادي مع شواهين حضر على المركز الخامس. اذا متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء تهانينا والنوماس لمالك شيمة وشعار بن حطاب منتزعا وخاطفا النوماس هذا الشوط. محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي منتزعا وخاطفا نوماس هذا الشوط مع شيمة، وتوقيت شيمة بشعار بن حطاب ثلاث دقائق الثانية 17 جزء من الثانية، هكذا توقيت شيمة بشعار محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي. تهانينا والنماس لك الكعبي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل.